بسم الله. بالنسبة لحل هذا الامتحان القديم، أول سؤال في هذا الامتحان true or false بيقول لك إيه هنا؟ An equation involving partial derivatives of unknown function of one independent variable is called a partial differential equation or PDE. طب هنا بيقول لك إيه؟ لو في equation والequation دي تحتوي على partial derivatives، تمام، ولكن partial derivatives دي لمين؟ لfunction. الفانكشن دي في ايه؟ في variable واحد، one independent variable. يعني نفترض ال variable بتاعتنا اللي احنا الفانكشن اللي احنا بندور عليها اللي هي t، وبتتغير فقط مع x. في هذه الحالة دي نسميها derivative بتاعها نسميه partial derivative، والequation دي نسميها partial differential equation. طبعا الإجابة دي خاطئة. ليه؟ لأن دي one independent variable. ليه؟ لو احنا لو خدنا partial t by partial x في هذه الحالة، ده لازم يتحول ل ordinary أو total derivative، بمعنى dt by dx. ليه؟ لأن التمبريتشر دي function only in x، تمام؟ function فقط في مين؟ في ال x فقط، تمام؟ لكن لو كانت التمبريتشر تي او الفانكشن اللي احنا بنبحث عنها فانكشن اوف اكس اند واي، في هذه الحاله هنقول ايه؟ ان في بارشال تي باي بارشال اكس وفي بارشال تي باي بارشال واي، وممكن الاثنين دول مع بعض يعملوا لنا مثلا حاجه زي ايه؟ اللابلاس ايكويشن بهذا الشكل. في هذه الحاله دي نسميها ايه؟ نسميها بارشال ديفرنشال ايكويشن. لكن لما تكون التمبريتشر او الفانكشن اللي احنا بنبحث عنها function of one independent variable، خلي بالك من كلمة one دي، في اكس فقط او في واي فقط او في حتى التايم فقط، في هذه الحالة البارشال ديريفيتيف بتاعها بيبقى ايه؟ توتال ديريفيتيف او اوردينري ديريفيتيف. المعادلة بهذه الصورة بتسمى ايه؟ اوردينري ديفرنشال ايكويشن، وليس ايه؟ بارشال، اوردينري ديفرنشال ايكويشن. فهنا الإجابة طبعا هتكون ايه؟ هتكون فولس. طيب، ودي لو انت عايز اجابتها هتلاقيها في هذه السلايد اهي. بص هنا في هذه السلايد بيقول لك ايه هنا؟ خلي بالك معايا. An equation involving partial derivative اهي بنفس النص of an unknown function of two or more independent variable called partial differential equation. فبالتالي هنا لازم ايه؟ function دي نبحث عنها تبقى function في متغيرين او اكثر. في هذه الحالة بنسميها partial. لكن هي لو في 1 يعني هو شال لك 2 دي اور مور وضع مكانها 1، في هذه الحاله بتسمى ايه؟ اوردينري ديفرنشال ايكويشن او دي اي، وليس بارشال ديفرنشال ايكويشن. حلو خالص، دي جابت السؤال الاول. طيب السؤال الثاني اللي هو 1.2 او النقطه الثانيه بيقول لك ايه؟ بيزد اون وات وي ستاديد، ذا فيجر شون هير از ان اكزامبل اوف ذا بيهيفير اوف سوليوشنز اوف parabolic equations. بناء على اللي احنا درسناه في الكورس، فالشكل ده يمثل حل للبارابوليك ايكويشن. ده صحيح، ده صحيح، تمام. لما احنا قسمنا البارشال ديفرنشال ايكويشنز دي قسمناها ل 3 كاتيجوريز، 3 كاتيجوريز او 3 مين كاتيجوريز، ثلاث تصنيفات رئيسيه. قلنا واحده اسمها ايه؟ الاليبتيك، الاليبتيك كاتيجوري او الاليبتيك ايكويشنز، وواحده اسمها ايه؟ بارابوليك، بارابوليك كاتيجوري او بارابوليك ايكويشنز، وواحده اسمها ايه؟ هايبربوليك، تمام، هايبربوليك ايكويشن. حلو. ففي هذه الحاله ال تمام، هايبربوليك ايكويشن وهايبربوليك كاتيجوري. حلو، دول الثلاث تصنيفات. المعادله الاولى دي او الكاتيجوري الاولى دي كنا احنا ايضا عليها الاكزامبل اللي عليها اللي هو ايه؟ لابلاس ايكويشن، تمام. الكاتيجوري الثانيه دي كان الاكزامبل اللي عليها اللي هو مين؟ الهيت كوندكشن ايكويشن. الثالثه دي كان الاكزامبل اللي عليها اللي هي الويف ايكويشن، تمام. البارابوليك دي اللي في النص دي
بقول لك كاتيجوري، كانت المعادله بتاعتها الهيت كوندكشن ايكويشن كانت عباره عن ايه؟ اهي ممكن تلاقيها فيها زي السلايد اهي. ونزلنا كده شويه، جايب لك انا السلايد وكاتب لك فوقيها ايه؟ السلايد دي فيها حل انهي نقطه؟ فيها كويستشن حل كويستشن 1 بوينت 1.2، يعني نقطه 1.2. حلو خالص، اهو الكاتيجوري اهي، البارابوليك اهي، ادي الايكويشن بتاعتها. بارشال تي كابيتال باي بارشال تي سمول دوت تايم ايكوالز كي بارشال 2 تي باي بارشال اكس سكوير، والكي هنا دي اسمها ايه؟ ثيرمال ديفيوسيفيتي. تمام، ثيرمال ديفيوسيفيتي. واللي فوق طبعا دي ايه؟ احنا عارفينها اللي هي لابلاس كويشن، واللي تحت دي الويف كويشن. تمام، فالاكزامبل ده كنا احنا برضو لو انت نزلت كده اهو، كان الفيجر دي، كل الفيجر دي بتعبر عن مين؟ عن كيسز مختلفة أو متنوعة لمين؟ للابلاس ايكويشن، صح؟ لابلاس ايكويشن اللي هي الليبتيك كاتيجوري. كانت الاكزامبل ده بتاع الهيت كوندكشن في 1 دايمنشنال ثين رود، في هيت فلكس بتنتقل كده اهو، دي كانت اكزامبل على مين؟ على البارابوليك كاتيجوري او البارابوليك ايكويشن. تمام، اللي احنا سميناها ايه؟ الهيت كوندكشن ايكويشن، يعني نفس ايه مسمين، يعني دي اسم الكاتيجوري كلها، ودي اكزامبل عليها اللي هي الهيت كوندكشن ايكويشن، كانت هذه. واللي تحت دي كانت عباره عن مين؟ عن اكزامبل عن او على الويف ايكويشن. تمام، الويف ايكويشن. فالمثال ده، دي الكيسه بتاعت الهيت كوندكشن ايكويشن بارابوليك كاتيجوري، وده السوليوشن بتاعها بعد ما نحل البارشال ديفرنشال ايكويشن دي نوميريكال، اللي تطلع التمبريتشر ديستريبيوشن كفانكشن في مين؟ في الاكس، والتايم اهو بيتغير كل مره مع مين؟ مع التايم، كل مره يديك كيرف ايه؟ كيرف مختلف باختلاف التايم ستيب. تمام، او باختلاف التايم انكريمنت. حلو خالص، فالفيجر ده على طول هنقول ايه؟ دي بارابوليك، هو هنا جاي لنا بارابوليك، فالاجابه دي هتكون ايه؟ ترو. تمام، البوينت 1.3 بيقول لك ايه هنا؟ most numerical solutions of Laplace equation involves systems that are very large. بيقول لك معظم الحلول الرقميه او النوميريكال سوليوشنز دي للابلاس ايكويشن هتنتهي في النهايه او بتشمل سيستم، السيستم ده فيه ايه؟ او سيستم كبير من الايكويشنز، ار فيري لارج فور لارجر سايز جريدز، كل ما نكبر ايه؟ الجريدز دي. طيب a significant number of terms will be zero، و اعداد كتيره هتكون ايه قيمتها بزيرو بعد ما نعمل ايه في هذا السيستم، يعني الاليمنت في الماتريكس اللي هنكونها في اليمنتس كتير هتكون قيمتها بكام؟ بزيرو. النوع ده من السيستم بيسموه ايه؟ سبارس سيستمز، سبارس سيستم. طيب the most commonly employed approach is Gauss-Seidel method which when applied to partial differential equations is also referred to Lippmann method. فبيقول لك بنوظف او بنعين اللي هي الجاوس سايدل ميثود او ابروتش دي، اللي هي بتعرف ايضا ايه عشان نحل البارشال ديفرنشال، وتعرف ايضا اللي بايه؟ بالليبمان ميثود. الاجابه دي صحيحه، ترو. تمام، ودي هتلاقيها فين؟ بص في هذه السلايد اهي، نفسها ايه؟ بالنص اهي. Most numerical solutions of Laplace equation involve systems that are very large. For larger size grids, a significant number of terms will be zero. النوع ده اللي قلنا بيسميه system ده sparse systems. Most commonly employed approach Gauss-Seidel, which الله نفس النص ليبمان ايه؟ ليبمان نص. فالاجابه هنا صح. فانصحك ان السلايدات دي يعني كل التكست زي كده في السلايدات تقراها ايه؟ بتأني، لان دي ممكن يكون ايه؟ في معلومات كده بين السطور تأتي في صورة ايه؟ أسئلة نظري، الترو اند فولس والحاجات دي. تمام،
فمن الأهمية بمكان إنك تقرأها بتأني وتبقى إيه حافظها. طيب حلو خالص، نأتي لمين؟ للبوينت اللي بعدها، بيقول لك هنا إيه؟ concerning time discretization method. An implicit method means to compute values at each node for a future time based on the present values at the node and its neighbor. يعني بيقول لك في طريقة الامبليسيت، الطريقة الضمنية دي simple implicit method، احنا بنحسب ايه؟ بنحسب القيمة مثلا بتاعت التمبريتشر في على نود معينة عند الفيوتشر تايم، تمام؟ يعني ال بلس 1 بناء على مين؟ على القيم عند النود، عند هذه النود والمحيطين بها يمينها ويسارها، ولكن عند مين؟ عند البريزنت فاليو، يعني ايه؟ يعني التايم الحالي اللي هو ال، تمام؟ طبعا الاجابه دي خاطئه. ليه خاطئه؟ لان دي الطريقه دي اللي بقصدها دي الاكسبليسيت. فاكر الاكسبليسيت لما احنا عملنا ايه؟ اهو بص هنا من اهي نفس الكلام اهو، بص اهو it provides an explicit، خلي بالك كلمة explicit method means to compute values at each node for the future time based on the present values at the node and its neighbors. يعني الإجابة دي يعني نفس التكست أهو، هو مغير بس explicit دي عملها لك implicit. طبعا هي الطريقة دي explicit وليست implicit. ليه؟ لأن أنا بحسب temperature، تمام؟ أو الفاريبل أو الفانكشن اللي أنا ببحث عنها عند مين؟ عند النود، ولكن عند التايم ايه؟ ال بلس 1 ده الفيوتشر تايم، ده الفيوتشر ايه؟ تايم، وده يعتبر البريزنت ايه؟ بريزنت تايم، يعني ده الوقت اللي احنا عنده حاليا، ودي الحسبه بتاعتها في الفيوتشر تايم، تمام؟ فلما بحسب عند النود دي اللي عند اكس دي بحسبها عند الفيوتشر تايم، بحتاج مين؟ بحتاج قيم التمبريتشر عند مين؟ عند هذه النود ولكن في البريزنت تايم اللي هي الاكس، وما يحيط بها، وما يحيط ايه؟ وما يحيط بها اللي هم دول الثلاثه دول اللي هم النيبورز، تمام؟ كانت المعادله عباره عن ايه؟ بنقول تي اي ات ال بلس 1 ايكوالز تي اي ال بلس لامدا في تي اي بلس 1 at L minus 2 تي اي at L plus تي اي minus 1 at L. كانت بهذا الشكل بتاعت الاكسبلست ميزو. فلاحظ هنا ان احنا بنحسب اهو قيمه التمبريتشر عند مين؟ عند الفيوتشر تايم L بلس 1 بمعلوميه مين؟ بمعلوميه قيمه التمبريتشر عند النود اي دي وما يحيط بها، اي اهي وما يحيط بها اللي على يمينها واللي على يسارها، ولكن كله مأخوذ عند مين؟ عند البريزنت تايم اللي هو الال اهو، يعني التايم السابق لمين؟ للفيوتشر تايم اللي احنا ايه عايزين نحسب عنده. حلو، طيب فقطعا دي ايه طريقه الاكسبليسيت ميثود، فبالتالي الاجابه هنا هتبقى ايه فولس. طيب 1.5 بنقول ايه هنا؟ The implicit method in the theory is unconditionally stable. The implicit method and has an accuracy limit to the use for large time step and has an accuracy limit to the use of large time step. دي صحيح، هي تعتبر unconditional stable، تمام؟ اللي هي الـ implicit method، و في accuracy لو احنا استخدمنا مين؟ large time step، يعني كل ما نصغر التايم ستيب كل ما الاكيورسي تكون افضل. طيب ففي ليميتيشن اهو كورست ليميت، ولكن عند مين؟ عند التايم ستيب الكبيره لما نستخدم دلتا تي كبيره، فقطعا الاجابه دي هتكون ايه صحيحه ترو اهي، تمام؟ دي ممكن تلاقيها فين؟ فين اهي ان سيمبل امبليست ميثود temporal difference approximation، تمام؟ مفيش مشاكل. هنا بيقول لك ايه؟
انكونديشن ستيبل دي ذاكرها لك هو، تمام؟ يعني هو ذكر جزء ده وذكر جزء ده، تمام؟ بيقول لك it has an accuracy limit to the use of large time step، تمام؟ فال الإجابة دي صحيح، تمام؟ حلو خالص طالما دي سيمبل انجلش كونسبت، ممتاز. كده احنا من هنا السؤال ايه الاول، السؤال الثاني هنا بيقول لك ايه question number 2، solve the problem and show your steps clearly، تمام؟ يعني حل المسألة دي وبين خطوات حلك ايه بوضوح. فهنا بيقول لك ايه conservation of heat can be used to develop an unsteady state heat balance for the differential element of one dimensional steam rod. conservation of heat يعني ايه؟ يعني conservation principle للهيت، مبدأ حفظ كمية الهيت او الحرارة، تمام؟ ممكن نستخدمه في حالة الـ unsteady state، تمام؟ يعني مسألة unsteady يعني إيه؟ يعني transient. يعني إيه transient؟ يعني بتتغير بتغير التايم، يعني يعني القيمة التمريرية اللي بنحصل عليها دي function في التايم بالإضافة لمين؟ للـ variables الأخرى اللي هو الـ x، تمام؟ فبيقول لك استخدم الـ conservation of heat principle ده، تمام؟ using the conservation of heat prove that the heat conduction equation is كذا، عشان تثبت ايه؟ ان الهيت كوندكشن ايكويشن في هذه الحاله اللي هي الان ستيد ستيت بهذا الشكل. كانه بيقول لك اثبت مين؟ اثبت المعادله دي اللي هي اللي خاصه بمين؟ بالهيت كوندكشن ايكويشن. كي بارشال 2 تي باي بارشال اكس سكوير ايكوالز بارشال تي كابيتال باي بارشال تي سمول. دي اللي احنا اوريدي لسه ذكرناها في مين؟ في البارابوليك كاتيجوري. هي نفسها دي اهي. يعني عايزك تثبت هو مين المعادله دي. اهي. تعمل لها ديريفيشن رياضي. تمام؟ طيب دي هنعمل لها زي ديريفيشن بالهيت بالانس، هيت بالانس او كونزرفيشن اوف هيت برنسبل. دي بمنتهى البساطه هنفترض ان احنا معانا مين؟ معانا وان دايمنشنال رود بهذا الشكل، تمام؟ وفي مثلا كوردينيت سيستم، مثلا هنستخدم مثلا كده الاكس، تمام؟ وعلى كده الواي، تمام؟ والعمود كده هو ايه الزد، تمام؟ ده الكوردينيت ايه سيستم بتاعه. حلو خالص. فاحنا هنقول ايه؟ هناخد من هذا الرد هناخد ايه الديفرنشال اليمنت كده جزء معين، تمام؟ الجزء ده الطول بتاعه في اتجاه اكس اللي هو دلتا ايه؟ دلتا اكس. طيب الطول بتاعه في اتجاه واي اللي هو دلتا واي. طب الطول بتاعه في اتجاه زد نفترض ان ليه دبس كده عمودي مثلا كده اهو بهذا الشكل، تمام؟ في اتجاه زد عباره عن مين؟ دلتا زد. دلتا ايه؟ دلتا زد. حلو خالص. وهذا ال مثلا يمسك كده اهو مش مشكله هذا الشيء. الديفرنشال اليمنت اللي احنا اخذناه ده عايزين نعمل عليه ايه؟ هيت بالانس زي ما كنا بنعمل في مين؟ في الفاينايت فوليوم ابروتش او الكنترول فوليوم ابروتش، تمام؟ فاحنا هنشوف كميه الهيت اللي بتدخل. طبعا هنا الهيت 1 دايمنشن، خلي بالك 1 دايمنشن يعني الهيت تنتقل في اتجاه واحد اللي هو مين؟ اللي هو الاكس في اتجاه ايه؟ لونجيتيودنال اكسس ده. فهنقول ان في كميه هيت كده، تمام؟ بتنتقل هنسميها طبعا ايه؟ كيو، تمام؟ كميه الهيت دي لو عايزين نحسبها هنا افترض ان البوزيشن ده عند اكس، فالبوزيشن الثاني ده عند نهايه الديفرنشال اليمنت هيبقى ايه؟ هات اكس بلس دلتا اكس، تمام؟ لان طول الاليمنت طبعا ايه دلتا اكس. حلو. فكميه الهيت اللي تدخل عند البوزيشن اكس هنسميها كيو اوف اكس. كيو اوف مين؟ اوف اكس طالما عند مين؟ عند الاكس
بالتحديد يعني هنا. طيب كمية الهيت اللي بتخرج من الجانب الآخر هتخرج عند مين؟ عند البوزيشن اكس بلس دلتا اكس، فهنسميها كيو ات اكس بلس دلتا اكس. لاحظ انا كاتب كيو هنا فلوكس، كيو سمول كده، دي اسمها فلوكس. تمام. طيب الكونزرفيشن برنسبل ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان كميه الهيت بصوره عامه بقى ان جنرال، كونزرفيشن برنسبل ده بيقول لك كميه الهيت كيو ان، لو معاك اي كنترول فوليوم، فهنشوف كميه الهيت اللي تدخل لهذا الكنترول فوليوم بلس كيو جنريتد ماينس كيو اوت ماينس كيو ستورد ايكوالز زيرو. ده مين؟ ده الهيت كونزرفيشن برنسبل، دي المعادله الرياضيه بتاعته. يعني ايه؟ يعني معاك اي كنترول فوليوم، فوليوم معين انت حددته، فكميه الهيت اللي بتدخل بناخدها بالبوزيتيف كده، دي اللي بتدخل. وايه كيو جنريتد؟ دي الجنريتد هيت، ودي بتنشا في ثلاث حاجات، ثلاث حالات فقط، اللي هم مين؟ اللي هم يعني دي بتنشا لما يكون عندك كيميكال ايه؟ كيميكال رياكشن، عندك تفاعل كيميائي، يعني المساله بتاعتك فيها تفاعل كيميائي. تمام؟ وفي ايه؟ كيميكال ايكويشن كده بتتم، وتفاعلات بتحدث كيميائيه. في هذه الحاله ممكن ايه؟ التفاعل ده يبقى ايه؟ اكزوثيرميك، يعني طارد للحراره، فبالتالي بتتولد كميه هيت، ده بيسموها ايه؟ كيو جنريتد. والحاله الثانيه اللي بناخد فيها كيو جنريتد دي بتبقى مين؟ بتبقى الالكتريكال هيتنج، يعني ايه؟ يعني تسخين ولكن باستخدام الكهرباء، يعني في اي ميتاليك واير، في اي سلك كده معدني، وبتمر فيه كميه من الكهرباء، وليه طبعا اوميك ريزيستنس، فده هيعمل ايه؟ هيعمل هيتنج، تسخين لمين؟ للواير ده، فبالتالي التسخين ده عباره عن مين؟ هيت جنريتنج. او يكون عندك مين؟ نيوكلير ايه؟ نيوكلير رياكشن، تفاعل ايه؟ تفاعل نووي انشطاري او اندماجي او ما اشبه ذلك، فبيتولد ايه؟ هيت جنريشن. عدا ذلك ما فيش ايه؟ كيو جنريشن. احنا ما فيش في كل الكيس اللي احنا بنحلها في الكورس ده ما فيش كيو جنريتد دي، فكان دي بايه؟ بزيرو دايما معانا. في الكورس اللي احنا بنحله ده ما بتظهرش معانا خالص. تمام؟ طيب يبقى متبقي معانا مين؟ كيو ان ماينس كيو اوت ماينس كيو ستور يساوي زيرو. دي ممكن نكتبها كده اهو، كيو ان ماينس كيو اوت ايكوالز كيو ستور، صح؟ حلو خالص. لاحظ انا كاتب هنا كيو كابيتال، يعني ايه ده؟ الهيت كوانتيتي. فالهيت كوانتيتي، الهيت كوانتيتي دي هنحسبها ازاي؟ هناخد الهيت فلكس نضربه في الاريا اللي بيمر فيها، ونضربه في مين؟ في التايم. تمام؟ حلو خالص. الهيت فلكس اللي عند البوزيشن اكس ده هو الانبوت، هو اللي داخل، فهنقول على طول ايه؟ كيو ات اكس، كيو اكس كده اهو، في الاريا اللي بيدخل منها، بيدخل في اريا عموديه اللي هو عباره عن مين؟ دلتا واي دي مضروبه في مين؟ في الدلتا زد دي، صح؟ هذه الاريا دلتا واي دلتا زد. في التايم، في التايم اللي هو مين؟ دلتا تي، ده تايم معين. كل دول مع بعض كده دول هم مين؟ هم كيو ان. حلو، ممتاز. طيب هنضيف عليهم مين احنا كمان؟ هنضيف عليهم كيو اوت ولكن بالماينس، يبقى ماينس كيو اوت. كيو اوت بتخرج عند مين؟ عند البوزيشن اكس بلس دلتا اكس، يبقى كيو ات اكس بلس دلتا اكس. في الاريا، الاريا اللي بتخرج منها هي نفس الاريا اللي دخلت منها، اللي هي نفسها عند الاكس متساوي. نفترض ان الرد ده الكروس سكشن بتاعه ايه؟ متساوي، مفيش ايه؟ اي تغير في الكروس سكشن، فبالتالي هنضرب في مين ايضا؟ دلتا واي دلتا زد، ونضرب في التايم بيريود اللي هو دلتا تي. كل ده هيساوي مين؟ كيو ستور. طيب كيو ستور او الستورد انرجي دي، او الهيت انرجي، الهيت ستور، تمام؟ دي عباره عن مين؟ عباره عن ام اللي هي الماس بتاعت الفوليوم ده اللي انت بتعمل عليه هذه، او تعمل عليها هذا الهيت بالانس،
في السي دي الهيت كاباسيتي، دي بروبرتي خاصيه من خصائص مين؟ المعدن اللي انت ايه تستخدمه او الماتيريال دي. ام في سي. في دلتا تي، دلتا تي بقى هنا تمبريتشر وليس التايم، دلتا تي كابيتال تمبريتشر ديفرنس. تمام؟ في بدايه الهيت وبعد ايه فتره، يعني التمبريتشر دي دلتا تي دي انت خدتها عند بدايه الدلتا تي وعند نهايه الدلتا تي اللي هي التايم بيريود. تمام؟ حلو خالص. طيب الماس اللي هي الام دي بتاعت هذا الكنترول فوليوم، تمام؟ الماس ام دي عباره عن مين؟ مش هي عباره عن الرو في الفي، الفي هنا الفوليوم، الفي هنا مين؟ الفوليوم. تمام؟ الدنسيتي في الفوليوم، يدينا مين؟ يدينا الماس على طول. حلو خالص. طب الفوليوم، الفوليوم ده بتاع هذا، الفوليوم ده بتاع هذا الديفرنشال اليمنت اللي احنا خدناه ده، مش عباره عن هو دلتا اكس في دلتا واي في دلتا زد، نضرب ابعاده الثلاثه في بعض يبقى ادينا الفوليوم، صح كده؟ حلو خالص. فنقدر نعيد صياغه المعادله دي، نكتبها بهذا الشكل يو يو اوف اكس دلتا واي دلتا زد دلتا تي ماينس يو اكس بلس دلتا اكس دلتا واي دلتا زد دلتا تي ايكوالز ام اللي هي رو في، يبقى رو، ونشيل الفي كمان ونوضع مكانها مين؟ نوضع مكانها دلتا اكس دلتا واي دلتا زد في السي في الدلتا في كابيتال. حلو كده؟ تعالى المعادلة دي كلها نقسمها على مين؟ اقسم كده اهو المعادلة دي كلها على دلتا واي او دلتا اكس دلتا واي دلتا زد دلتا تي، يعني الفوليوم في دلتا تي. تمام؟ تصبح المعادلة دي بهذا الشكل يو في اكس ماينس يو في اكس بلس دلتا اكس، كل ده مقسوم على مين؟ على دلتا اكس. ما احنا خلاص دلتا واي وزد تي ومعاهم كمان دلتا اكس، كل ده قسمنا عليه، ده كله قسمنا عليه، تبقى معانا دلتا اكس في النقطة. حلو خالص. ايكوالز طبعا هنا تبقى رو وهتبقى سي. تمام؟ وهنا طبعا احنا قسمنا على مين؟ على دلتا تي سمول، هتصبح دلتا تي كابيتال على دلتا تي سمول بهذا الشكل. ممتاز. طيب ال الترم ده او الجزء ده لو انت متذكر، ده بيعبر عن مين؟ عن الفورورد ديفرنس ابروكسيميشن، صح؟ اللي كنا بنقول عباره عن مين؟ بارشال كيو باي بارشال اكس، ولكن هنا ماينس. ليه ماينس؟ لان احنا البارشال كيو باي بارشال اكس او بارشال اي فانكشن، مثلا ساعه لما احنا قلنا بارشال يو باي بارشال اكس عرفناها ازاي؟ قلنا دي عباره عن يو ات اكس بلس دلتا اكس ماينس يو ات اكس مقسوم على مين؟ على دلتا اكس. هنا اخذ يو ات اكس ماينس كيو ات اكس بلس دلتا اكس، فقطعا دي هتبقى ماينس الترم ده عباره عن مين؟ ماينس ال الترم ده عباره عن ماينس بارشال كيو باي بارشال اكس. حلو خالص. ايكوالز نكتب نفس اللون رو سي دلتا تي كابيتال باي دلتا تي سمول. ممتاز. طيب من فورير لو احنا عارفين، من فورير لو عارفين ان كيو، تمام، كيو اكس مثلا دي هتساوي ماينس كي داش في بارشال تي باي بارشال اكس، صح؟ بارشال تي باي بارشال اكس. حلو خالص. هنا بيقول لك ايه بقى؟ بارشال كيو باي بارشال مين؟ باي بارشال اكس، هي طبعا كيو اكس، بارشال كيو اكس يعني باي بارشال اكس، فكان هنفاضل دي بالنسبه للاكس مارك، بارشال كيو باي بارشال اكس هيساوي ايه؟ ماينس كي داش
في بارشل 2 تي باي بارشل اكس سكوير، لان كنا فضلناها مره ثانيه بالنسبه لاكس. حلو خالص. طيب تعال نعوض، ناخد ايه المعادله دي ونعوض فيها، فهتصبح ماينس، ونفتح قوس كده، ماينس كي داش بارشل 2 تي باي بارشل اكس سكوير ايكوالز رو سي، وهنا دلتا تي باي دلتا تي سمول دي ممكن نكتبها بارشال تي كابيتال باي بارشال تي سمول كده. فاهم؟ عايزين نكتبها في صورة ايه؟ البارشال ديريفيتيف. تمام؟ حلو خالص. فدي اصبحت عبارة عن مين؟ عبارة عن كي داش بارشال 2 تي باي بارشال تي باي بارشال اكس سكوير ايكوالز رو سي بارشال تي كابيتال باي بارشال تي سمول. ممتاز. معانا احنا برضو ان الكي داش، كي داش دي هتساوي مين؟ كي رو سي. ايه الكي داش؟ كي داش دي ثيرمال كوندكتيفيتي، يعني ايه؟ التوصيلية الحرارية. تمام؟ الكي دي بيسموها ايه؟ ثيرمال ديفيوسيفيتي. كل دي بروبرتيز، بروبرتيز خصائص كده، من خصائص ايه؟ الماتيريال اللي بتنتقل فيها هذه ثيرمال ديفيوسيفيتي، الانتشاريه، اسمها كده الانتشاريه، الانتشاريه الحراريه. تمام؟ والرو طبعا دي تعرفها اللي هي مين؟ الدنسيتي، الكثافه، والسي دي اللي هي الهيت كاباسيتي او السعه الحراريه. تمام؟ حلو خالص. فاحنا معانا العلاقه اللي بتربط ايه؟ الثلاث او الاربعه فاريبلز دول او الاربعه بروبرتيز دول مع بعض. من هنا نقدر نشيل احنا كي داش ونضع مكانه مين؟ اهو كي رو سي بارشل 2 تي اي بارشل اكس سكوير ايكوالز رو سي بارشل تي كابيتال اي بارشل تي سكوير. لو احنا قسمنا على رو سي فتصبح المعادلة بهذا الشكل، كي بارشل 2 تي اي بارشل اكس سكوير ايكوالز بارشل تي كابيتال اي بارشل تي سكوير. وهي دي المعادلة المطلوبة، اللي هي دي، هي نفس الحاجة. تمام؟ كي في السكند ديريفيتيف دي تمبريتشر ويز ريسبكت تو اكس ايكوالز فيرست ديريفيتيف لي تمبريتشر ويز ريسبكت تو تايم. ممتاز. فكده احنا اثبتناها لدينا. دي هتلاقيها في مين؟ في السلايدات دول، في التو سايد سكوير اهي. يعني اللي احنا عملناه اهو، ادي كيو اكس اهي، يضربها في الاريا في الدلتا تي، دي يعتبر ايه؟ دي كيو ان، الجزء ده يعتبر كيو اوت اللي ات بوزيشن ايه؟ اكس بلس دلتا اكس. طبعا كانه ايه هنا؟ كانه خد ايه؟ فوليوم كده زي ما احنا قلنا، وكانه هنا كيو ات اكس، وهنا كيو ات اكس بلس دلتا اكس. تمام؟ وهنا مين؟ ال stored energy أو heat اللي هتساوي مين؟ ام سي دلتا تي. تمام؟ وطبعا الفوليوم اهو زي ما احنا قلنا دلتا اكس دلتا واي دلتا زد، وبدأ ايه؟ يقسم على دلتا اكس دلتا واي دلتا زد دلتا تي. تمام؟ تصبح المعادلة بهذا الشكل، اللي الجزء ده طبعا هو مين؟ ماينس بارشال كيو باي بارشال اكس ايكوالز رو، والبارشال تي كابيتال باي بارشل تي سمول ممكن نحولها على طول مباشرة كده، بارشل تي كابيتال باي بارشل تي سمول مكان الدلتا يعني. تمام؟ ويطبق طبعا ايه؟ ادي الفوريير ايه؟ لو اللي احنا ايه ذكرناه. دول كلهم هم، دول كلهم دول هم ماي كاينها ايه دي؟ الكي الروسي هي كاينها ايه؟ الكي داش. سيرمال ايه؟ سيرمال اهي. سيرمال كوندكتيفيتي اللي هي الكي داش. تمام؟ فيبدا يعوض، يبقى تصبح الكي بهذا الشكل. وبالتالي البارشال كيو باي بارشال اكس عباره عن مين؟ ماينس كي داش بارشال 2 تي باي بارشال اكس سكوير، يبدا يعوض به هنا زي ما احنا عوضنا، يطلع مين؟
يعوض بقيمة الحين ويطلع مين المفاتيح. أيا كان إيه كانت الطرق تبقى أنت فاهمها وتحلها بهذه الطريقة. حلو، دي نفس إيه نفس الصفحة بس مكررة. هنا بقى بيقول لك إيه، the heat conduction equation requires approximations for the second derivative in space and the first derivative in time. the heat conduction equation اللي احنا كتبناها فوق دي، تمام، اللي كانت بتقول ايه، partial t capital partial t small equals k partial 2t by partial x square، صح؟ بس انا ايه خليت ال first derivative بالنسبة للتايم الأول والسكند ديريفيتيف بالنسبة للاكس الثاني، تمام، مش مشكلة خالص. فبيقول لك هنا هنستخدم الابروكسيميشن فاينايت ديفرنس ابروكسيميشن، تمام، الابروكسيميشن من السكند ديريفيتيف بالنسبة للاكس ومن الفيرست ديريفيتيف بالنسبة للتايم يوزنج اكسبليسيت ميثود اند فاينايت ديفرنس ابروتش شو ان ستيبس ذات بين هذه المعادلة. كأنه بيقول لك ايه، حول لي البارشال ديفرنشال ايكويشن دي اللي احنا استنتجناها فوق، حولها لمين؟ للجبريك ايكويشن بهذا الشكل اهو، باستخدام مين؟ الفاينايت ديفرنس ابروكسيميشن. حلو خالص. طيب المعادله بتاعتنا اللي هي الكي بارشال 2 تي ده بارشال اكس سكوير equals partial t capital by partial t small، تمام، هي كده تبقى كده او كده، مفيش اي مشكله خالص. حلو خالص. احنا معانا مين؟ معانا ال second derivative اللي هو partial 2t by partial x square، بنعبر عنه بال central finite difference approximation طالما السكند ديريفيتيف. ازاي؟ بنقول كده نقسم هنا طبعا على دلتا اكس سكوير، وفي الباست هنا هيكون عباره عن مين؟ تي تمبريتشر عند النود اي بلس 1 ات تايم ال، لان هنا المعادله دي فيها مين؟ اكس وال، زي ما كانت اللي بلس فيها اكس وواي، هنا دي فيها اكس وفيها ال، فهناخد عند النود اي بلس 1 وعند التايم ال ماينس 2t at i at time ال بلس t i ماينس 1 at time ال. ده اهو يعتبر ايه ده؟ ده التعبير عن السكند ديريفيتيف بالنسبه للاكس باستخدام السنترال فاينايت ديفرنس ابروكسيميشن، تمام، هذا الشكل. طيب البارشال تي كابيتال البارشال تي سمول دي بالفورورد ميثود هتساوي ايه؟ هتساوي تي ات او تي اي ات ال بلس 1، كأن خدنا ستيب للامام ولكن بالنسبه للتايم، بالنسبه لمين هنا؟ للتايم، يعني التفاضل هنا بالنسبه للتايم ماينس تي اي ات ال نفس البريزنت تايم مقسومه على مين؟ على الدلتا تي، طبعا الدلتا تي، فكان ده التعبير عن الفيرست ديريفيتيف بمين؟ ب الفورورد فاينايت ديفرنس ابروكسيميشن، تمام، ده هيعبر عن مين؟ على الفيرست ديريفيتيف بارشال تي باي بارشال تي سمول. حلو خالص. تعال نعوض بقى في مين؟ في المعادله اللي فوق دي. لما نعوض في المعادله دي بمنتهى السهوله اهي، هيبقى معاك تي اي ات ال بلس 1 ماينس تي اي ات ال مقسوم على الدلتا تي، فكانها ايه ده؟ الجزء ده، ده هيساوي مين؟ هيساوي الجزء اللي فوق ايكوالز كي في مين؟ في الجزء ده كله تي اي بلس 1 ات ال ماينس 2 تي اي ال بلس تي اي ماينس 1 ات ال ديفايدد باي دلتا اكس سكوير.
حلو خالص. لو ضربنا المعادلة دي كلها طرفين في الدلتا تي، وتصبح المعادلة بهذا الشكل: تي اي ات ال بلس 1 ماينس تي اي ات ال ايكوالز كي دلتا تي مقسومة على دلتا اكس سكوير. ومين في التي اي بلس 1 ات ال ماينس كي تي اي ات ال بلس تي اي ماينس 1 ات ال. تمام؟ طبعا هنا مفيش ايه؟ مفيش مقام احنا ضربنا فيه خالص. حلو كده؟ ممتاز. الجزء ده دول كلهم هنسميهم ايه؟ هنسميهم لامدا. دول كلهم مع بعض هنسميهم لامدا. الكي والتايم ستيب اللي دلتا تي، وفي المقام دلتا اكس سكوير او السبيس ستيب مربع. تمام؟ هنسميهم لامدا. فتصبح المعادلة بهذا الشكل: تي اي ات ال بلس 1، طبعا هناخد دي نوديها الناحية التانية، ايكوالز تي اي ات ال بلس لامدا في مين؟ في هذا القوس تي اي بلس 1 ات ال ماينس 2 تي اي ال بلس تي اي ماينس 1 ات ال بهذا الشكل. المعادلة دي هي نفسها مين؟ هي نفسها المعادلة اللي فوق اللي عايز يثبتها دي. تمام؟ بمنتهى السهولة. تمام؟ حلو خالص. بيقول لك يو نيد تو درايف ذا فاليو، القيمة بتاعت لامدا دي. تمام؟ كفانكشن في الايه؟ الكي والدلتا تي والاكس، زي ما احنا عرفناها كده. تمام؟ كي دلتا تي ديفايدد باي دلتا اكس سكوير، هم دول هم اللامدا. واستنتجنا المعادلة دي. ممتاز. ننتقل بعد كده لإيه؟ الـ question 3. بيقول لك إيه هنا بقى؟ solve the problem and show your steps clearly. تمام؟ use the explicit finite difference. استخدم أهو، محدد لك explicit finite difference method. تمام؟ to solve for the temperature distribution of a long thin rod with a length of 10 سنتيمتر and the following values k dash، حطينا ال k dash thermal conductivity، الدلتا اكس اللي هي space step معلومه، الدلتا تي اللي هي time step معلومه. بيقول لك عند time t equals 0 the temperature of the rod is 0 and the boundary conditions are fixed for all times at t of 0 equals 100 degrees Celsius و T at 10 بكام؟ 50 degrees Celsius. حلو خالص. وعطينا ايه هنا كمان؟ بيقول لك الرد ده من الالومنيوم، وهنا اعطينا قيمه السي اللي هي الهيت كاباستي، قيمه الرو الدنسيتي، قيمه ايه الثيرمال ديفيوسيفيتي اللي هي الكي. All symbols are as we studied in class. ماشي. طيب اللونج ثين رود هيبقى بهذا الشكل. تمام؟ حلو خالص. كان هنا اهو عند البوزيشن اكس ايكوال 0، وهنا عند البوزيشن اكس ايكوال ان، ال ال بكام دي؟ ب 10 سنتيمتر. حلو. ده لو حبينا نقسمه ل ديفيجنز، تقسيمات كده اهو، كل واحده فيهم طولها دلتا اكس، فهنقسمه لكام؟ لخمس تقسيمات. ليه؟ لأن الدلتا اكس كام؟ ب 2 سنتيمتر. تمام؟ والطول كله كام؟ 10 سنتيمتر. فهنقسمه كام؟ لخمسة. كده 1 2 3 4 5 بهذا الشكل. كل طول من دول ده عبارة عن ايه؟ دلتا اكس. تمام؟ حلو خالص. لو هنقسمه نود، حط نود، ادي دي تبقى النود نمبر 0، ودي النود نمبر 1، ودي النود نمبر 2، ودي النود نمبر 3، ودي النود نمبر 4، وهنا النود نمبر 5. حلو خالص. اعطينا ايه كمان هو تاني؟ اعطينا ان قيم التمبريتشر تي عند التايم
عند التايم تي بزيرو واي اكس، اي اكس وعند التايم زيرو، قيمتها بكام دي؟ بزيرو. كان ده الانيشال ايه؟ ده الانيشال جيس او الانيشال كونديشن. انيشال ايه؟ انيشال كونديشن، انيشال كونديشن. حلو. وايه كمان تاني؟ وعطينا طبعا قيمه الدلتا اكس 2 سنتيمتر، حطينا قيمه الدلتا تي كام؟ 0.1 سكند. ممتاز. ال الباوندر كونديشن اللي عندنا، خلي بالك، تي 0 ايكوالز 100. تي 0 يعني ايه؟ يعني تي عند اكس ب 0، وتي 10 اللي معناها ايه؟ معناها تي عند اكس ب 10. اكس ب 10 يعني ايه؟ عند ال اللي هنا عند 10، يعني في النهايه خالص. تمام. لو عايز تكتبها بالنودز يبقى كده، ممكن تكتبها كده تي ات 0 عند نود 0 قيمتها بكام؟ ب 100 ديجري سيلسيوس. وهنا كنا بنقول ايه؟ تي 5 50 ديجري سيلسيوس. دول هم مين؟ هم التو باوندرز. ممتاز خالص. والانيشال كونديشن اوريدي احنا ايه كتبناها. طيب هنا بيقول لك ايه في اول مطلوب؟ بيقول لك ايه؟ بيزد اون ذا جيفن انفورميشن فايند ذا فاليو اوف لامدا. اللامدا اوريدي اللي احنا عرفناها فوق عباره عن كي دلتا تي ديفايدد باي دلتا اكس سكوير. ممتاز. طيب الكي عندنا ولا لا؟ عندنا اهي لون جيفن. الدلتا تي عندنا ولا لا؟ عندنا. يبقى كي معلومه والدلتا تي معلومه. الدلتا اكس عندنا؟ عندنا. يبقى كل ده معلومه. هنعوض طيب مباشر نحسب مين؟ اللامدا. طب لو ما كانش عاطينا هو الكي، الكي دي افترضنا ما كانتش معلومه، فهنستخدم القانون اللي احنا قلنا ايه؟ كي داش ايكوالز كي رو سي. ومن هنا نطلع قيمه كي كام؟ بي كي داش ديفايدد باي رو سي. كي داش اوريدي معلومه اهي، والرو معلومه اهي، والسي معلومه اهي. نقسم دول نطلع الكي. لكن بما انه عاطينا هنا الكي مباشره فنعوض بها عادي، مفيش مشكله. فكأن اللمضه هنا ايكوالز الكي بكام؟ 0.835 دلتا تي 0.1 سكند دلتا اكس 2 سنتيمتر سكوير. فنحسب دول كده نلقاها بكام؟ 0.02875. تمام؟ بقيمة مين؟ قيمة اللمضة. ممتاز. طيب نأتي هنا ايه؟ for each internal node write the associated temperature equation of the first time step and solve it to get the values T11, T21, T31, T31. يعني اكتب المعادلة تمام لكل نود من دول واحسب ايه؟ ولا وحلها واحسب ايه قيمة ايه؟ التمبريتشر. حلو خالص. طيب تعال ناخدهم ايه نود نود. فنقول فور نود 1 يبقى الاي هنا بكام؟ ب 1، والال بكام؟ والال ب 0. طالما احنا عايزين الفيرست ستيب ناخد ال ب 0 دايما. تمام. حلو خالص. المعادله كانت بتقول ايه؟ بتقول ان تي اي ات ال بلس 1 ايكوالز تي اي ات ال، المعادله اللي احنا اثبتناها فوق دي، بلس لامدا في تي اي بلس 1 ات ال ماينس 2 تي اي ات ال بلس تي اي ماينس 1 ات ال. وتعالى نعوض فيها. لما نعوض فيها هنلاحظ ان دي تصبح تي 1 وال ب 0، يبقى تي 1 ايكوالز تي 1 0 بلس لامدا 0.0208 75. ونعوض بدل هنا تي 2 0 ماينس 2 تي 1 0 بلس تي 0 0. صح كده؟ حلو خالص. تعال نشوف ايه القيم اللي احنا نعرفها. تي 1 0 قيمة التمبريتشر عند النود 1 وعند مين؟ عند الزيرو تايم. زيرو تايم يعني الانيشال كونديشن. طبعا قيمتها دي بكام؟
قيمتها بكام؟ قيمتها بزيرو. قيمتها بزيرو. ليه؟ عندي initial condition. initial condition. تمام؟ ان كل الانترنال نودز قيمة المرجع عندهم بكام؟ بزيرو. دي جيفن من هنا. تمام؟ او من السطر. تمام. طب هل الانيشال كونديشن ده يشمل قيمه تمبريتشر هنا اللي عند النود 0 وال5؟ لا، ال 0 وال5 دول باوندري كونديشن، دول ثابتين عند التايم 0 او غير 0 ات اول تايمز. تمام، فدول ثابتين دايما 150. كان يعني بتكلم مين اللي عند التايم 0؟ اللي هو الانترنال ايه، نودز دول الاربعه دول. تمام، قيمتهم عند الزيرو تايم قيمتهم بكام؟ بزيرو. تي 1 0 وتي 2 0 برضه هتبقى كام؟ بزيرو انيشال كونديشن. تمام، و تي 1 0 طبعا بزيرو قلناها، وتي 0 0 هنا بقى قيمه التمبريتشر زيرو عند النود زيرو. عند النود زيرو يعني ده الليفت ايه، الليفت باوندري. دي كام قيمه التمبريتشر؟ ب 100. تمام، فبالتالي على طول نعوض احنا في مين؟ في المعادله دي، وتصبح تي 11 بكام لما نعوض في النسبه دي؟ كان احنا بنضرب الرقم ده في كام؟ في 100. تمام، وتصبح المعادله بهذا الشكل 2.0875 ديجري سيلسيوس. نحطها كده ايه، في مستطيل بهذا الشكل. دي اول نود. النود الثانيه اهي، فور نود 2، يبقى الاي بكام؟ ب 2، والال ما زالت بزيرو، لان احنا كل بنحل في مين؟ في الفيرست تايم ستيب. حلو خالص. فتصبح تبقى ايه على طول، نعوض تي 2 1 equals تي 2 0 بلس لامدا 0.02875. هنا تي 3 0 minus 2 تي 2 0 بلس تي 1 0 بهذا الشكل. حلو؟ طيب اوريدي احنا عارفين ايه، تي 2 0 دي بقى ايضا بزيرو انيشال ايه، انيشال كونديشن. طيب تي 3 0 برضه بزيرو انيشال كونديشن، تي 2 0 اللي احنا قلنا زيرو، تي 1 0 بزيرو. ليه؟ لان كل انترنال نود 1 و2 و3 كلهم دول انترنال نود قيمهم عند الزيرو تايم بزيرو بناء على الانيشال كونديشن. فبالتالي هنا على طول اذا تي 2 1 كان بزيرو ديجري سيلسيوس. طيب نشوف النود اللي بعد كده اللي هي مين؟ نود 3. يعني الاي بكام؟ ب 3، والال ما زالت بزيرو. تعال نعوض، تصبح تي 3 1 equals تي 3 0 بلس اللامدا 0.020875 تي تي اي بلس 1 ال، هتصبح تي 4 0 ماينس 2 تي اي ال تي 3 0 بلس تي اي ماينس 1 ال 2 0 بهذا الشكل. تمام، طيب اوريدي احنا معانا تي 3 0 دي بزيرو. طب نكتبها بلون تاني، دي بزيرو ليه، نفسها دي بزيرو. تمام، وتي 2 0 برضه بزيرو، وتي 4 0 برضه انترنال لود بزيرو. فقطعنا هنا على طول ايه قيمة التمبريتشر دي، تي 3 1 كان بزيرو ديجري سيلسيوس. حلو، ممتاز. تتبقى معانا مين؟ تي 4 او التمبريتشر عند نود 4. 4 نود 4 الاي بكام؟ 4، والال ما زالت بزيرو. حلو خالص. فلما نعوض تصبح تي 4 1 equals تي 4 0
بلس اللمدة تايمز تي اي بلس 1 تصبح 5 0 ماينس 2 تي 4 0 بلس تي 3 0. حلو خالص، تعال نعوض كده تي 4 0 ب 0، انترنال نود وقيمتها عند تايم 0 ب 0 بناء على الانيشال كونديشن. تي 5 0 دي مين دي؟ دي بقى دي الرايت باوندري، قيمتها بكام دي؟ 50 ديجري سيلسيوس. طيب والتي 4 0 اوريدي احنا قلنا ب 0، تي 3 0 بكام؟ ب 0. فهنضرب ايه الرقم ده في ال 50 دي ونحصل على مين؟ تي 4 1 تصبح بكام؟ ب 1.04375 ديجري سيلسيوس بهذا الشكل. كده اوجدنا ايه؟ الفور تمبريتشرز للفور نودز عند الفيرست تايم ستيب. حلو خالص، ده الصفحه دي ايضا ايه مكرره، قيمه اللمده حسبناها وكل ده احنا اوريدي حسبناه. طيب هنا بيقول لك ايه بقى؟ for each internal node write the associated temperature equation for second time step solve it to get values T12 T22 T32 T40. يعني كأنك عايزك تحل كمان عند مين؟ عند السكند تايم ستيب. السكند تايم ستيب بناخد اللي بكام؟ ب1، تمام؟ اللي بكام؟ ب1. فخلاص نحل نقول فور مود زي ما عملنا هناك بالظبط، 1 هنا الاي بكام؟ ب1 والال ب1، ونبدا نعوض المعادله نكتبها تاني معلش، تي اي ال بلس 1 ايكوالز تي اي ال بلس لامدا في تي اي بلس 1 ات ال ماينس 2 تي اي ات ال بلس تي اي ماينس 1 ات ال. ممتاز، تعال نعوض كده، هنقول تي اي ب1 ب1 وال ب1 1 بلس 1 2 ايكوالز تي 1 1 بلس لامدا لامدا تي اي بلس 1 تصبح 2 ال ب1 ماينس 2 تي 1 1 بلس تي 0 1. حلو خالص، تي 1 1 اوريدي احنا جبناها من مين؟ من الستيب الاولى اهي، نطلع كده قيمتها كام في الستيب الاولى اهي، تمام؟ فنبدا ايه نعوض بهذه القيمه، تمام؟ كل الحاجات عند التايم 1 دي اوريدي احنا حسبناها من فيرست ستيب، وقيمتها دي 2.0875 و تي 2 1 تي 2 1 يعني قيمة التمبريتشر عند النود 2 والفيرست تايم ستيب دي اوريدي برضو احنا حسبناها فوق، كانت قيمتها بكام؟ قيمتها ايضا بكام؟ دي ب0، وتي 3 1 ايضا بكام؟ ب0، تمام؟ وتي 4 1 بهذا الرقم. حلو، يبقى تي 2 1 وتي 3 1 كل ما تقابلنا نضعها ب0، تي 2 1 ب0 تمام، وتي 1 1 اوريدي احنا قلنا قيمتها 2.0875، وتي 0 1 تي 0 1 يعني قيمه التمبريتشر عند مين؟ عند الليفت باوندري دي اللي كام؟ 100. فنحسب الحسبه دي على طول ونقول ايه؟ ان قيمه التمبريتشر تي 1 2 يعني افتر سكند تايم ستيب او سكند تايم ستيب كام؟ 4.0875. دي النود الاولى. طيب النود الثانيه فور نود تو يعني اي بكام؟ اي بي 2 والال بكام؟ بيقول له ان الرايت بورد
فدي هتصبح تي 2 2 equals تي 2 1 بلس لندا تايمز تي اي بلس 1 يبقى 3 ال 1 ماينس 2 تي 2 1 بلس تي 1 1. طيب تي 2 1 اوريدي احنا قلنا بكام دي؟ ب 0 ب 0 0 و 3 1 ايضا كانت ب 0 من الفيرست ستيب. طيب تي 1 1 كانت قيمتها بكام؟ تي 1 1 اوريدي احنا حتى عوضنا عنها في المود الاولى دي كانت قيمتها بهذا 2.0875 حلو خالص. نحسب برضو الحسبة دي هنلاقي ان ايه تي 2 2 بكام؟ ب 0.04357 دي النود نمبر 2. طيب النود نمبر 3 يعني الاي بكام؟ ب 3 والال بكام؟ ب 1 فدي هتصبح تي 3 2 equals تي 3 1 بلس هذا اللمدة تي اي بلس 1 يعني 4 1 ماينس 2 تي 3 1 بلس تي 2 1. طيب زي ما احنا ذكرنا ان بناء على القيم اللي طلعت في الفيرست ستيب فتي 3 1 ب 0 وتي 2 1 ايضا ب 0. طيب تي 4 1 تي 4 1 اوريدي احنا جبناها من الستيب الاولى اهي هنا دي 1.04375 تمام دي قيمة مين؟ تي 4 1 حلو. نحسب الحسبة دي نلاقي ايه؟ ان تي 3 2 قيمتها بكام؟ 0.02 17883 ديجري سيلسيوس تمام؟ فكل ما كانت النود داخلية أكتر يعني أقرب للسنتر بتاع الرد يعني بعيدة عن الباوندري فكل ما يكون التأثير بتاعها بعد تايم أطول تمام. تلاحظ ان تي 2 1 وتي 3 1 كانوا زيرو في الفيرست تايم ستيب ان هم لسه ما تأثروش بعد 0.1 سكند، لكن في السكند تايم ستيب بدأت تظهر لهم ايه؟ لهم قيمة ايه تمام، لانه بدأوا ايه يتأثروا بعد مرور تايم. حلو. النود الأخيرة اللي فور نود فور يعني الأي هنا بكام؟ فور والإل بوان، فهنقول تي فور تو equals تي فور وان بلس هذا اللمدة تي اي بلس وان يعني فايف وان ماينس تو تي فور وان بلس تي ثري وان. تعالى ايه نعوض تي 3 1 اوريدي قلنا بكام؟ ب 0 تمام، وتي 4 1 احنا عوضنا حتى في الستيب اللي قبلها اللي هو 1.04375. طيب اللي هي هنا برضه 1.04375. طيب تي 5 1 ده الرايت مين؟ رايت باوندري اللي بكام؟ 50 تمام. حلو خالص. نحسب ايضا الحسبه دي نلاقي ان ايه تي 4 2 ب 2.0439 ديجري سيلسيوس تمام. كده حسبنا مين؟ قيم
التمبريتشر عند كل النودز، عند مين؟ عند الفيرست تايم ستيب والسكند تايم ستيب. تمام، بس بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.